انا صايره مجنونه شو بكي؟ ما عم بقدر نام يا حبيبي، ما عم بقدر نام. طيب شو رايك اخبطك ضرب على راسك خليك يغمى عليك؟ بدك تسقطني، بدك تسقطني ابني ما كرمان للقانون. لك حبيبتي لا بدي سقط لك ابنك ولا شيء، يعني معقول انا اذي ابني؟ معقول انا ضره؟ بس انا احمي الآن عليك، معقول هذا الشيء اللي عم تساوي؟ لو أن أنا علي عن حقه حقي كنت عملت اللي قلت لك عليه. حبيبتي كمان يعني هلا كوني أنتي محلها، يعني بتلاقيها حلوة إنه قلعت برات البيت بنص الليل. أنا ما بكون محل حدا، ما بكون محل حدا. لك عيطي خرب بيتك، في جيران، في جيران. لا تعيطي، عصبي على الهادي. أنا ما بكون محل حدا، ما بكون محل حدا، أنا مستونة، مستونة. أنا ماني زعلانة مشاني يا كامل. أنا مو زعلانة مشاني، أنا زعلانة مشان هالببو، هالببو خايفة عليه من كتر التوتر العصبي يجي مشوه. حبيبتي خلص روي، خلص لا تحكي لي، الصباح رباح، يعني هلأ ما حلوة إلا عب نص الليالي، حط رجلي بظهره وادفشها، ما حلوة. ما حلوة، ما حلوة. بكرة، بكرة الصبح أنا بحاكي وباخذ وبعطيه معه، يعني إلك علي ترجعي ما تلاقيه بالبيت، بدك ريحة؟ وبركي ما حكيتها؟ لا، لا، بتعرفيني أنا رجال عن كلمتي، وقت بحكي شغلة خلص يعني. منتهيه بسرعتني ما تحكي لي، بس انت روقي حبيبتي وهدي حالك. ايه واذا ضليتي هيك هاديه بدي اجيب لك مرحه. لا لا لك حبيبتي بكره عندي شغل، صارت الدنيا نص ليل، بدنا ننام بقى. ايه والله تأخرت صفاء، أظن لك اليوم منها جاية. ليش؟ ألو أهلين صفاء، ليش لهلأ ما جيتي؟ إجازة ليش؟ إذا هيك معلش مبروك. صفوء اسمعي شو بدي قلك، حكيتي لي مع الأستاذ عماد مشان الموضوع يلي وعدتيني فيه؟ امتى بدك تحكي معه؟ ليش جاية هو على العرس؟ ايه خلص خلص، معناها انا رح اجي كمان. مع السلامة، الله معك. ما رح تجي صفاء اليوم لانه اليوم عرس امه نظمية يلي تأجل من الاسبوع الماضي. والاستاذ عماد معزوه؟ لا ولو بدي روح مشان ما تزعل صفاء. فكرة الجمعية كويسة، بس إذا لس بده بدك تشتري اسمع مني، اشتري جاهز وما بدك هم الجمعيات ومشاكلها. لك شو عم تحكي لك عماده؟ الجمعية بتشيل كتف عني، بتاخد على اسمي قرض من البنك العقاري. إذا مشان القرض أنا بدينك المصاري وانت بعدين بترد لي اياهم، مو مشكلة عماد. وبعدين معك بدك ضل تشوف حالك علي بهالكم مليون ورقة اللي معك. رجع لي بالأول خمس ورقات اللي مدينهم بزمانك قبل ما تتفشور وتشوف حالك. علي ما علي إذا بتعيد هاي الشغلة لأنك مليونير بقدحك بوكس برجعك مديونير. ها خلص خلص أخي، ما بقنا نجيب سيرة المصاري بنوب.
ايوه هلأ انت ببو عيني. يا كان قوم خلينا نلحق المهندس المعماري اللي بده يطلع يكشف على المعمل. ما بقدر اتزحزح من هون قبل ما تجي سوسان، قلبي مو مطمن، ما هلا بالعاده تتاخر. رح خسرك مكالمه، مو غاليه تجريبي لساتها. الو عبدو يرضى عليك دق لي على مكتبي. اهلين عبدو. سوسن وين؟ تعرف لي ليش تاخرت؟ ما بتعرف، يعطيك العافيه. شكرا عبدو. لك لا عم نمزح معك. صباح الخير. صباح الخيرات، ليه تأخرتي؟ ليش ما قلت لك؟ لا ما قلت لي. بعدين بحكي لك. قوية. عنزين شرب قوم. يلا شرب. بدك شيء من السوس؟ وين رايحين؟ بعدين بحكي لك. جاي على بالي نام شوي. خديني شوي معي. اتفضلي. عم تتمسخري؟ لا عم بتمقلس. وليه؟ عم قلك وين رايحة؟ رايحة على المطبخ اعمل فنجان قهوة. اعمل لك فنجان. بدك تسعطيني؟ اعمل لك ركوة كاملة بحالها ليه؟ يخرب بيتك شو قارحة عم تعيديها كمان؟ وليه؟ ما قلك كامل تضبي غراضك وترحلي؟ مين كامل؟ حبيبي كمولة. اصلا هو ما بيطلب مني هيك طلب، ما بيقدر يستغنى عني. والله عم تذاكريني وليه؟ عم تذاكريني ولك مجنونة؟ انا مجنونة؟ ايه؟ عم تقولي مجنونة؟ لك مجنونة ونص. تفرجيك شنالي انا اصلا. لك مجنونة شعراتك بتخليكي ارقى وبلون ولك ليش عم طلع علينا؟ ولك مجنونة؟ مجنونة؟ شعرفك اني مجنونة؟ شعرفك ها؟ شعرفك ولا؟ هبنا هبنا بريالة هبنا هبنا بريالة، بس أحسن ما أكون مجنونة بنص عقل. ابني بتهون بتهون، ما في شي بهالدنيا ما بيهون. أنيسو بتعرف انه كلامك طلع مزبوط والضرائر علو مع بعضهم؟ حلها يا شاطر بقى اذا فيك تحلها. يا ولا يهمك كامل، طنش اتركهم يتقاتلوا وخليك انت برا. هن اصلا على مين عم يتقاتلوا؟ عم يتقاتلوا عليك والشاطره اللي بدها تبعد الثانيه عنك، فلما انت بتبعد عن التنتين اثنيناتهم بيتصالحوا وبيركضوا وراك. اخي انا لا افكر لا بهي ولا بهديك، لا نهي الازت هي، لا يعني ما عاد عرفت شو بدي احكي. يأذوا بعضهم اخي التنتين، انا مشكلتي بالجنين. هاي مشكلتك استاذ كامل، بس عم تفكر بالجنين. لما تفكر بالجنين بدك تفكر بامه، ولما تفكر بامه بدك تفكر بالضره. الموضوعين مرتبطين ببعضهم استاذ كامل. العين تحرسك، العين تحرسك. شو ذكي. الو اهلين عبد الحميد، عم تبكي؟ هاتا. الو ايسيها شو بكي؟ الجنين صار له شيء؟ ما س... الحمد لله رعبتيني. شو المشكله لك؟ ايه شدت لك يا شدي لها يا انتي ليش يعني ما بتطولي تعرف شو بشدي لك يا اخت هلا بدي
انا بدي اروح وقتي هي عم تشدلك. خلص انا بس اجي بدي شد لها. خلص كل مره ما عم شد لها بس هالمره بدي شد لها. شو مفكره انه ما بينشد يعني؟ بينشد. مين هي؟ خلص هلا انت اركني اركني بس اجي اعمل لك رح شده. خلص وحياتك لشده. علقت بين التنتين سعاد شادت لها شعره لسهام. الله يعينك يا كامل. شو عم تستنى؟ روح روح عوام فك بيناتهم عوام. اوعى كامل اوعى ترد عليها. اذا رحت بتكبر المشكله كثير. ها طنش اتركون. حضرتك الاستاذ كامل؟ ايه سيدي انا حضرتي الاستاذ كامل الزفت. امرني. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الشمندور من الاخير. ممكن تشوف لي هالمعامله الله يخليك. هاي المعامله مو مزبوطه. خير شبه الاستاذ ليش مو مزبوطه؟ اخي التوقيع اللي بقلبه مو مزبوط. لا مزبوط عين الله عليه. شوفوا استاذ عين الله عليك انت ما شاء الله حوله. توقيع مدير ماليه المديريه مو هيك. مو هذا توقيعه. لك انا شلون توقيعه؟ تعا اخي تعا لعندي تعا انا بشوف لك المعامله. تعال تكرم عيونك فرجيني لشوف. تفضل اخي. اي مزبوط عم يحكي الاستاذ كامل. هذا التوقيع مو توقيع مدير الماليه تبع مديريتنا. توقيع مدير ماليتنا له عكفه وهون مو مبين العكفه. والمعنى؟ المعنى بدك ترجع لمدير الماليه يلي بالمديريه يصحح لنا العكفه. اه بسيطه هذا المعامله. شرف استاذ. شو بالتوقيع؟ موظفكم عم يقول انه العكفه ما انا واضحه. اشو احسن مني ابو سمير حتى يكون عنده مبادرات خلاقه وانا ما عندي. وهي انا كمان رح بادر مبادره خلاقه. وهي عكفه من هون وهي عكفه من هون عكفنا له اياها. خذ له استاذ. بصير حضرتك توقع عن مدير ماليه المديريه؟ انت ريح لي حالك وخذ له اياها مو شغلك. حاضر. بدي استراحه بعد التوقيع. شو هالبنات؟ يسلموا ايديك يا رانيا. شرف لك يا روحي يا قلبي. ما قال لك انه تروح لعن مدير مالية المديرية مشان يوضح لك العكفة؟ ايه العكفة توضحت. شوفها يا حبيبي. العكفة توضحت. طالما حضرتك وقعت عن مدير مالية المديرية شو رأيك تقعد محلي؟ شرف شرف. انا ما وقعت شيء. لك شلون ما وقعت شيء؟ شلون ما وقعت شيء؟ يعني معقولة مشوار بده ساعة ونص معقول بهالسرعة انت وقعت العكفة؟ ما معقول. ما معقول. لا مو معقول يا سيدي. هي مزورة ما وقعت انت. انا ما دورت شيء. مصيرك تعرف مين وقع. لا ما وقعت ما وقعت. الو يعدمني ياكل انت. اهلا سيادة المدير تحياتي. بخصك ايه ليكو عندي ما شاء الله العين تحرسوا على الطول. بشهي مثل عرق الفول. ايه اخي انا اسمع لك شغلي. انا بهالايام ماني مستعد اتحمل مسؤوليه بنوب. اذا على مسؤوليتك على راسي. ايه على راسي من فوق. لا 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 تبعت لي فاكس. لا خلص خلص اعتبر الموضوع انت على عيني وراسي. طيب يا اخي ما تقول انه بيقربك. قول انه بيقربك. كنا نحن يعني مشينا لك الامور تمام التمام. مهوني مهوني. حاضر سيدي حاضر. اهلا اهلين عبد الحميد. عم تبكي؟ هاتا. ايه شو رجعت شدت لك؟ لك يا اختي قلت لك بحب شي شدي لها. انت شدي لها لا توقفي. اذا شدت لك شد لها. هلا انا بدي ضل بيناتكم. انت بتشدي لها وانا بشد لها. انا خلص قلت لك هالمره رح شد لها. لك روح شدوا لبعضكم. لا تنقطعوا انتوا التنتين يا اختي. انا مالي علاقه. رجعوا شدودوا. بس كانه توضع الالات مو كثير ظابط. بالعكس كثير منيح. الالات محطوطه بمحل بخلي العمال يشتغلوا بكل رياحه. بس كانه الاله الكبيره كانه الاله الكبيره يعني محلها مو مزبوط. لا بالعكس الالات الكبيره مطرحها هون. بس كانه يعني مضايق. خلصنا بقى لك يا اخي خلصنا. بالعكس الآلة متوضعة بمكان ما بيتضايقوا منه العمال. بس كأنه لك يا نبيل خلصنا. لو خلصنا بقى يعني أستاذ
الأمور كلياتها جيدة. ممتازة، أنا بهنيك يا أستاذ على المخططات اللي جايبها معك. شكراً يا أستاذ. طيب وهلأ نحن شو بدنا نسوي؟ السلام عليكم. لوين؟ شو لوين؟ إذا بدك تقضي تمضي من عندك، ليش جايبني أنا؟ نبيل طول بالك هلأ، وقت حرضك هلأ؟ إذا بتعيد علي ما علي بمشي. ها؟ خلص ما بعيد، عود ما تعيدها، راح أقعد احتراماً للمهندس المعماري أنا. أمرك. عفواً أستاذ، المعمل إلك ولا إله؟ إلي. إيه أستاذ، هلأ شو بدنا نساوي؟ تاخذ كشفي وكشف المهندس المدني وكشف مهندس الكهرباء وكشف خبير البيئة، بتقدمهم للبلدية، بيعطوك ترخيص إداري بتقدمه لمديرية الصناعة، بيعطوك سجل صناعي بتقدمه لمديرية الاقتصاد، وبيعطوك موافقة على استيراد المواد الأولية. طيب ليش ما بناخده فد مرة لمديرية الاقتصاد بدون ما نفوت هاي الدخليج تبع الأرنب مشان الجزر؟ هو المفروض يصير بس لهلأ ما عم يصير، ليش ما بعرف. علي ما علي، لخليه يصير حتى لو فت لعند شالوه الرقابة. شو رأيك أبو سعيد؟ بياخذ العقل بس القالب غالب. انتبهي، ها لما بدك ترقص فيه ليقوم ينشق بعدين ما بيعود بترجع معنا. شو قلت عمو أبو سعيد؟ ما سمعتك. شو؟ لا لا ما في شيء، قلت لها إنه لا بقل الفستان كتير بس الطرحة طويلة شوي. ايه أنا هيك بحبها. فكرتك قلت شيء تاني. لا ما قلت شيء، ما قلت شيء. ولا يهمك ماما، بكرة بخلي سميرة ترفع لك الطرحة من على الأرض. شو سويت بالأغراض اللي وصيتك عليهم؟ رحت بدي وصي، احترت على أنه نوع بدي وصي، قلت بيجي بخبرك، بركي بتنزلي انت وبنتك على السوق بتنقوا ضيافه وبتوصوا على قالب الجاتو اللي بيعجبكم. يلا بخاطرك انا بدي لحق احلي. يلا سلام. شفتي زمط بده يدفعني حق الضيافه وحق قالب الجاتو. معلش امي ما عيشت وبشيني، بس انت ما تفركسينا العرس. ها انا امك، انا امك انا طلعه من عيونه عامس والله. الله يسلم الدياد. شكرا لك. لحظة لألا، هذا السادة وهذا اللي بلس بتاك. مو معقول يا نبيل، نيالك ما أرضى بالك. لك شو بيساوي؟ شو بستفيد يعني إن حصرت وانهميت وسعلت وتوترت؟ بترو علي، خليني هيك على الرواق أحسن. والله إنك تفهم. معناتها أنت ما بتفهم. ليش عم تحكي؟ لأنك على طول صفنان وعلى أساس عم تفكر. لك انسى عمودي، انسى تعنسى تع ننسى. لك شبك وين قاعد؟ لك تركتك ولد ورجعت ايدك ولا؟ هلا فهمني انت قديش عم تاخد راتب بوظيفتك؟ قديه؟ بقبض خير الله. إذا لازمك شي قرض 20-30 ألف المصرف التسليف الشعبي بطلع لك ياهم على راتبي. ها لا شكرا، بس بدك تقلي بالتحديد قديش بتاخد. يا سيدي الكريم، أنا كل رأس شهر بعطيه لمعتمد الرواتب 7.5 ليرات بناولني 6000 شندي. يعني راتبك 5900. لا سيدي، 5992.5. طيب شو رأيك تشتغل عندي وبعطيك قدن على 3 مرات؟ نعم، شو بدي اشتغل عندك؟ مو عندي، قصدي معي، يعني تشتغل معي وبسلمك إدارة المعمل وبعطيك السيارة اللي اشتريتها منك. لا حبيبي. ليش ما بدها؟ لا عمي لا، بلكي بنتك بيوم من الايام مليت من البلد وضبت شنطيه ورجعت على استراليا، وحضرتك حنيت لها سكرت المعمل والحيط. انا شو بصير بحالتي؟ بصير بدور بالشوارع مثل كلب سلاقي، دور على الامتي وما لاقيها. لا بس انا بدي منك خدمه ثانيه. من عيوني امو. بدي اياك تعلمني السواقه. هاي شغله كثير بسيطه، امتى بتحب نبدا؟ بعد الغداء. وأنا جاهز. على عيني شواربك هيك. ها بس علي ما علي، إذا بتأسس علي وبتعيط بلش تقلي رجع هي وغير من هون ورفع الدبرياج ونزل نفرة، لا ادحك بوكس، خلي حنكك أنارير تحكي هيك لورا. ايه تا 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 عاوزتك. لا أنا عاوزتك بالأول. لا أنا عاوزتك بالأول. أنا عاوزتك بالأول. بدكم تطولوا بالكم، ما زال أنتم التنتين قولي لا انتو الدين مش تمقي. خلاص قولولي شو بدكم. بدك تفوت معي على الأوضة مشان قلك شو بدي. لا انا بدي قلك شو بدي. بدك تفوت معي ولا لا؟ ولا بتوتر تجيني جنوني؟ جنوني؟ لا لا كل شيء لا تجنني. ايوه
حبيبتي انا راح سايرك مو مشانك، مشان الببو. ماشي ماشي سعاد. نعم. فوتي على غرفتك. وانت خلاص انا بالحي اذا هيك فوت. شو بدي صاير انا جوز كمان عم تقلب تقالات. عملي قلت لك لك شو انا جوز انا جوز قولي لي شو بدي ليش عم تبكي؟ ليش ما قلعتها؟ لك شو بدي قلقها؟ وفقت الصبح لقيتها نايمة ما هن علي انه قلعها. لكان لكان انت وعدتني انك تقلعها. انت وعدتني انك تقلعها. هلا لا الصبح ولا المساء هلا الظهر اطلع قلعها. لك خلص عمتي خلص خلص وعدك انه بقرب فرصة قلعها. ما دخلني ما دخلني. لا 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 بدك تقلعها. انا ما دخلني. اذا بدك يعني نتفاهم يا كامل بتطلع بتقلعها. لك حبيبتي استهدي بالله استهدي بالله عم اقول لك بقرب فرصه بس يصح لي بقلعها بس يعني حرام ما بيجوز الا شوف شو عملت لي شدت لي شعراتي هيك شدت لي شعراتي انا فقت لك ما قلت لك اذا شدت لك شدي لها على التليفون حكيتك لما لا لك لك اسمعني اسمعني فاتت على اوضتي وصارت تقول لي يا مجنونه يا مجنونه شدت لي شعري انا مجنونه يا كامله انا مجنونه خلص خلص انا رايح لعندها هلا بس قبل ما اروح لعندها بدي اطلع لهنيك رح تقلعها حولي جن كامل مع انه ما في شي بجنين هذا هو جوز التنتين شديتي لها ما شديت لها هي شدت لي لك مو على اساس اتفقنا لا تشدي لها ولا تشدي لي مو على اساس نخلص من الحكايه كلها انا طالعه على المطبخ بدي اعمل فنجان قهوه لالي هي هجمت علي وصارت تشد لي شعري طيب ليش تقولي لها مجنونه هي اللي طرتني الا هيك لك انت بهالحاله عم تجنني اكثر واكثر احسن اذا ما جنيت وكبرت ما رح تصغر انا قلت بستحمل يوم اثنين ثلاثه بس مو كل هالقد لك كمان استحمليها اربعه خمسه سته مرقنا كم يوم لبين ما تجيب الببو بدك يعني استحملها تسعه اشهر حبيبتي اسمعي لك بتروحي لعند اخوكي سمعاني بتشقي على مرت اخوكي على ابن اخوكي يعني بهالاثناء حبيبتي الله يرضى عليكي بركي انا بكون وصلت لحل معها ماشي الحال كرمالك رح اروح بس ما رح طول ما رح تطولي لا لك دخيل اسنان على دخيله ايه والله ايه والله سلمي لي على اخوكي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله راحت ايه راحت راحت حبيبتي راحت سؤال ايه الحمد لله لوين راحت هي علينا لك انت مو بدك اياها تروح خلص راحت ليش كثرت الغلبه هاي مزبوط بس بدي اتاكد انه ما راح ترجع بسرعه لا والله لا والله ما راح ترجع شايف حبيبي شايف كيف اعصابي هديت وصرت ظريفه ليك ليك ايدي ما عم يرشفوا ما عم بعملها ايه الحمد لله المهم هلا ديري لي بالك على ببو بدي اياه خالد علام بدي اياه خلنج بدي اياه موديل سنتو يقبر قلبي على راسي حبيبي شو طبختي لنا بقى هاتي لشو حبيبي ما لحقت اطبخ جي لانه طول الوقت اعصابي متوتره مثل اللزونه روقي خلص روحي ساوي لنا بيت على راسي حبيبي عيونها بس بلا كزلوك شو رايك تنزل تاكل معنا انت الثاني
هذا الزر لشو؟ هلا انت طالع تتعلم على الزرار ولا سواق السياره؟ هذا الزر تبع الشباك، شبك بالزرار؟ لحظه ارتفع. هلا ما بدك تعمل شيء، شوف انا ححط لك ها هيك هيك هيك، شايف وين صار؟ هلا بس انت بتكبس بنزين تمشي السياره. انت ليش جبتنا الاول على الحواكير؟ مشان تتذكر ماضيك ما تتذكر قديش كنا ننهف صداره؟ نرجع طول الليل مفلي. يا على مهلك بسواها ولا يهمه. ايوه شو ساوي هلا؟ روح شوي 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 هلا شوف اطلع اطلع شوي شوي ما ايه يلا. لا لك لك شوف انا شوي شوي عم حلها. يبقى اعطيني بالك ما تفوت تمشي حاكوره. شو شايف؟ يا شو شايف؟ شايف عم فوت بشي حاكوره، بقضي طوال الليل انا وياك عم تنقيلي ونقيلك. هي اجت سياره منين بدك؟ وين بدك؟ لك عم تروح بتروح ما بعرف عنو لك بتروح يا حبيبي عنو بدك عنو شو بدي بيشتغل كلياتك؟ عنو بدك عنو لك عم يرجع عم يرجع لك من جنب الرجل لك رجع عليك شو عم يرجع لك اخاف منك عم يرجع لحريق لا بتعرف السوء لا بتعرف شيء ما بدي اعلم اجت سليمه شايفك كأنه مزعوجة، شو اللي زعجك؟ أكشب أنا هاي سعاد وراحي متضايقة متضايقة لأنه اليوم عرس الماما وما بقدر روح. عرس مين؟ الماما. مش أنت عندك ماما مسكينة؟ عندك ماما أنت كامل؟ أنا بحكي شي على أهلها؟ خلصنا بقى يمينة من السيرة. ماشي هلأ شو حابب جبلك؟ صبي ولا بنت؟ ما بتفرق معي، المهم انه يكون الصبي سليم والخلقه تامه ومهم صير اب ان شاء الله يا رب. ما بدك تسالني ليش عم ببكي؟ عم ببكي حبيبي هلا لو ما تجوزت سعاد مو كان احسن؟ ليكني طلعت بجيب اولاد. الحمراء خرب بيتها لسه ما لحقت انبسط بروحتها رجعت بسيطة. أنا وياك يا سعاد والزمن طويل بده يطلقك يعني بده يطلقك. العرس هيك نبيه بأولها في معلقتين عسل بس بعدين طناجر بصل رح يبعثوا لنا. بابا انتوا ليش واقفين؟ فوتوا على غرفكم بس اوعكم تناموا، البسوا بيجاماتكم بس لا تغفلوا لا تناموا بتخوتكم. روحوا يلا. شو بدك فيهم؟ هلا بتعدي. شو بدك تعمل؟ بدي افتح غرفة حماتي، انا ما عندي حماية تحرق تجي من شان العسل على بيت جوزة. قال حرد وما حرد عيب علينا اصلا. هلا بدي افتحها والولاد بدهم يناموا فيها اليوم. انا لبكره نبي. لا اليوم بدهم يناموا على تخته ستهم وبكره بنقول لهم تخوتته، المهم يناموا هون اليوم. يلا سبقيني لا تنامي. كلهم على دارك. افتح يا سمسين. يلا دادي عم بسكب القهوة. يلا يلا ها.
يتصل بعمو نبيل يجيب ولاده ومرته يقضوا النهار عنا. يا ريت دادي، انا كثير حبيته انكل نبيل. هتحبك العافيه، وهو كمان بيحبك. هات نشوف. الو، مرحبا شقتي يا ابو عنزه. عنزه ترفسك على عينها، شو عم تساوي؟ طيب هلا بلكي تحكي، قوم خذ حالك انت وهالمره والولاد، تعالوا لعنا تقضوا نهار عنا. عم بحكي من الفيلا. شو ما لك كم مره دلتك عليها؟ لك شو خرفت انت؟ يلا عم نستناك. الله معك، مع السلامه. خيري ما بلاش عم تندع معك السياره، خلصنا مصاريفنا. حاجه تلق انت وياه، بتعرفوا عم سوق وما معي شهاده، بس لآلي. بابا بابا رح تفوت من زلمه. لك لا خد يمينك. ايه لك اسكت انت، لبكتني. ها لك شبك نبي لشك متلبك. ولك انا مالي هاكل هم حالي، هاكل هم شي واحد ما بيعرف يسوق يطلع بخلق. تفضلوا يلا بروزلين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. لك ايش هو تضرب شو سقي؟ معقول شو مضيق الباب؟ تعرفني سواقتي على قدي، ما في علنيه كنت فت بالحيطان. لا تاخذنا، بكره نعرض لك الباب شوي على اليمين. بعدين شو هذا الصوت اللي كان برا؟ ايه ما في شيء، بس بستلك سيارتك شوي. تبوسك حي، السياره جديده شو بدك؟ لك مو مبينه نعره هلا، بيناتنا نعره، ليش كحتي انت هيك؟ ولا قوة الا بالله. بعدين اسمه الرب وقده يعطيه ما بيسأل. لذلك عامل لي لجوزي تريك هالوظيفة، تعا اشتغل عندي، بعطيه الراتب اللي بده اياه، ما عم يرضى. لا شو يترك الوظيفة، نبيل حبيبي مو بعينه المصاري، خليه بالوظيفة احسن له، شو عم التقاعد اضمن. هلا لا تقولي لي مو بعينه ومو بمناخيره، لا تجاوبوني، فكروا بالموضوع مزبوط وبعدين جاوبوني. اهلا وسهلا. اهلين اهلين عمي لملوم. اهلين وسهلين. مرحبا. هاو ار يو؟ مرحبا. الله عيونك ترخيص. هي ما حبيتها تبع تشتغل عندي. انا 10 من نمرتك بشغلهم عندي، لو ما عندي شيء شغلهم فيه. بعدين الله عطيك بعدي اسمه كل هالفيلا سياحه نياحه عايش فيها انت والبنت. انا محلك بتجوز لي 3-4 نسوان بخليهم يتفتلوا هون مثل الحساسين ويجيبوا لي هيك عروا ياد. وهي حنقل مره ثانيه على الخشب من عينها. بالنسبه للجواز عم فك لساتك عم تفكر، ليش تفكر؟ علي ما علي، لو معي نص اللي معك لا اتجوز 16-17 قد ما كان، كل ما صير معي مصاري انقرا جوازي. يعني انت نبيل اذا صار عندك هيك فيلا بتتجوز 4؟ مو لا يصير عندي فيلا بالاول، حدا بيحضر المعلف قبل الحصان. ان شاء الله ما بيصير. شو قلتي؟ ما قلت شيء. عمو ونحن جايين قلت له روابه خليه يجيب لنا عوامل، بس ما رضي. وين راح كامل من امبارح لليوم؟ معقول يكون طفش من البيت على طول؟ الحق علي الظاهر زدت شوي عليه. شو بدي اعمل هلأ بحالي؟
راح الرجال وضليت الضرة موجودة. يبليكي بأكلك يا بنت شمن للطامة، عم تتطلع فيني كمان. إذا أنا بنت شمن للطامة، أنت بنت مين؟ آه أنت بنت نظمية العطاضة يا عطاضة. وأنا كمان بدل ما كحلة قمت عميدة. يا ترى وين نام امبارح؟ ما بيهمني، ينام وين ما بده، المهم يرجع لي أنا. الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة روحي. شوفوا لكم انتوا اثنين، انتوا التنتين بتفتحوا أدانكم منيح تسمعوا الكلمتين. إذا حدا منكم بيزعجني، ها زعجه لا يلوم إلا نفسه. أنا من ناحيتي ما رح أزعجك أبدا أبدا. وأنت؟ انا ما صدقت امتى صار حملت صوتي ولا بتموتيني. مو بيدي انا قلت لك انه توتر الاعصاب ما بيناسبني ولا بيناسب الجنين. يا بنت تمولة لا تصدق، هاي عم تمثل عليك. لا شو لا صدقت، جيب لي الدكتور. اه دخيلك يا كامل، دخيلك الجنين عم ينفس، يمكن بده ينزل. ما ينزل لا، شو عم تفك الخزان بدك تاخده؟ لا بابا ان شاء الله انبسطتوا بالمشوار. كثير عجبتكم الفيلا؟ كثير حلو، صارين متزينجو ورينجو بيحكوا سوا. بابا الله يوفقك، الله يخليك، الله يرزقك عشر رزق مثل يلي رزقك ياهم. اشتري لنا فيلا مثل فيلا عم عماد. لو الشغله متعطله علي لك بروسلي براسي بجيب لك اياها. انا بدي اشتريها بس امكم مو راضيه. يلا ماما فوتوا البسوا بيجاماتكم وناموا، كربكم تفيقوا بكير على المدرسة. ماما ليش ما عم ترضي ان البابا اشتري لنا فيلا مثل فيلا عم عماد؟ ماما بعدين بحكي لك. فوتي طمنيني سهام، شلونك هلا؟ مو منيحة كامي. سهام حبيبتي اذا مالك منيحة خليني اقوم جيب لك دكتور. لا 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 ما بدها دكتور، الشغلة بلش الوجع يتراجع. متأكدة؟ اي متأكدة. الحمد لله الحمد لله، بس انا صار بدي دكتور، صوتي مباح. انا زعلانة منك. زعلانة مني؟ ايه زعلانة منك. معلش يا حبيبتي معلش، اجلينا هالموضوع هلا. ايه ليش لاجله هلا وقته؟ لا خلص بقى عم قلك اجلينا الموضوع. حبيبي انت شلون تتركني يوم بحاله بتغيب عني وعن الجنين؟ بركي صار له شي بغيابك. دك سهام مشانه لا الله، مشان الانبياء كلها، مشان كل مين رجع عند النبي تأجلي لي الموضوع لبكره. ماشي رح أجله لبكره. بدك شي؟ وين رايح؟ لك ماني طالع من البيت. لك على وين طالع؟ لك ماني رايح لعندها. لك على وين رايح؟ لك رايح لهداك الصوب، بعمل جهدي ما أتأخر. كرمالك طب واللي بالك؟ كرمالك ما بفتح تمي، لا تتأخر كرمالي. بعمل جهدي ما أتأخر. لا مو بعدين، هلا بدك تقلي بشو عم تفكر؟ عم فكر بالفيلا. معك حق، هو يلي بيشوف هيك فيلا صعب ينساها. بس حمار. منو هاد الحمار؟ اللي حط المسبح بنص الفيلا، لازم ياخده لجوه شوي، منه بيسبح هيك بلطوة ومنه طش من المسبح لغرفة النوم. لا هذا يلي عم تفكر فيه، قلت لحالي عم تفكر يكون عندك فيلا مثله وتحط فيها أربع نسوان. الله كريم، يطعمنا أكبر منه ونحط فيها 8 نسوان. مثل ما بتقولي على طول البيت مو بحيطانه، البيت بسكانه. شلونك انتي؟ قال 8 نسوان. بعدين معكم وبعدين خلصنا منكم من هون وعلقنا بأختي من هونيك. عم تسخر ما عم تخليني أعرف نام. وبعدين معك ولا نقلتك من هون وما خلص منك أنا. قلو نام. صباح خير. صباح النور. شلونه القمر؟ مضوي ولا مكسوف؟ بس يطلع منشوف. اشتقتي لي؟ فقدت لك. وليش فقدتي لي؟ يعني انت فقدتي لتيبي ولا لطلتي؟
يعني بتقدر تقول الاثنين سوا؟ بتعرفي بهالاجازه اللي اخذتها اكتشفت اني دب لانه حياتي بعيد عنك عذاب ومرمطه. شو صار بمعامله رفيقك؟ ليش ما حكيت لي؟ لا اي بعدين بحكي لك. وهي قوية كمان، شفتي؟ بعيد عنك حياتي عذاب. صباح الخير. صباح النور. ليش اجيت؟ واتفقنا تروح على مديرية الاقتصاد تاخد كل الموافقات مشان يعطوك الموافقة على استيراد المواد الأولية. مزبوط، هيك اتفقنا. لك هل ليش اجيت؟ بصراحة خفت. من شو خفت؟ خفت لمديرية الاقتصاد ترجعني لمديرية الصناعة، ومديرية الصناعة ترجعني للبلدية، يعني قصدي حسب الأصول. هيك التسلسل. لك شو خفت ما خفت؟ جبان أنت، مليونير وجبان. لك إذا لك حق بتم النمر لازم تسحبه. قال خاف. قال طيب شو رأيك تكمل معروفك وتجي معي تطالع لي الموافقة؟ يا بني آدم أنا ما بقدر أخذ إجازة ساعة واحدة. خلاص بتساوي اللي بقلك يا بتروح على مديرية الاقتصاد بوشك لعند المدير، بتنقر الباب بتفتح وبتفوت من غير ما يقلك تفضل، بتفوت وبتقول له بعتني نبيل شقتي يا أبو، وبيقلك هاي الأوراق كلها وناولني الموافقة على استيراد المواد الأولية، وشوف دغري بده ينخ ويناولك يا هلا بدنا نضحك على بعض؟ لك شو نضحك ما نضحك، رول عنده وجرب، نحن بيت شقة يابه مو حي الله، هي إذا ما أعطاك الرخصة وأنت واقف مكتبه، لك شبك معاجه هي شواربي إذا ما بيعطيك إياها. وشو اللي مخليك بقى تتأكد كل هالقد وتحلف لي بشواربك؟ بعدين بحكي لك إذا ما حلقته. طيب ضيفني فنجان قهوة، يعني اسمي مروق. مروق؟ قلت لي مروق ما؟ مقعدك على البست أنا. طاحوني الصفراء وشايفة. قوم قوم روح كمل معاملتك، بدك قهوة؟ شو فكرنا قاعدين بمقهى؟ هاد مكان شغل والشغل أهم من اللي نفضك. نبيل الله يخليك تعال معي. قلت لك ما بقدر أخذ إجازة ولا دقيقة، ما عم تفهم؟ لك إيرو أنا رايح. وأنا جاي. جاي لعندك أخذ ورق وقلم. ولا شو بدك الورقة والقلم؟ ليش ما حكيت لي؟ لا ما حكيت لي. بعدين بحكي لك. قوية هي. يلا بسرعة خفيها ما في وقت. يلا المدير العام. إجازة؟ إيه. ساعتين؟ إيه. ليش؟ ما قلت لي؟ لا ما قلت لي. بعدين بحكي لك. أدبي لي إياها. سلسل قبل ما يشوفني المساعد عم سوق السيارة وأنا لسه ما معي شهادة. دوري يلا حيك. كاب يا غياب. يلا. ميمو حبيبتي ابن خالتك لساته بده يبيع الشقة يلي متخصص فيها بالجمعية. ايه بده يبيعها، عندك حدا يشتريها؟ هلا نبيل ما باع سيارته الجديدة، اشترى سيارة قديمة. قلنا لحالنا نشتري بالمصاري يلي بقيانين معنا شقة أحسن ما نصرفهم على شي بطعمة وشي بلا طعمة، صح؟ حاجتكم لا يشتغلوا بقى. عم نشتغل. تعمل وزينة العقل. قديش بده مربح فيها؟ ما بعرف، بسألكم يا. أحسن شي تقليله اليوم يستنانا الساعة 5 بالجمعية، منه منشوف الشقة ومنه منتفق ومنشتري. بحكي معه وبخبرك على البيت. قلت لكم حاج تلتهوا، اشتغلوا اشتغلوا. شو شايفتينا عم نلعب؟ عم نشتغل، ما هيك شايفتينا ماسكين الأقلام؟ الله يسعد لي أوقاتك يا رب.
أهلين أستاذ عماد. شو مبين أستاذ نبيل ماله هون؟ لا ماله هون. لوين راح؟ ما قال لي وين راح. يعني بيطول؟ لا ما بيطول، يعني المفروض بعد شوي يكون هون لأنه هو أخذ بس إجازة ساعة. ساعة؟ إيه. إن شاء الله يطول الآن، إن شاء الله قصدي ما يطول. تسمح لي أنتظره عندك هون؟ تفضل أستاذ. بتعرفي انه الاستاذ نبيل بيعزك كثير؟ ايه ابو نبيل، قصدي ابو سمير، طيب كثير وبيعز كل الناس وبيحبهم كلهم كثير. لا بس يعني انت بشكل خاص يعني بيحكي عنك كثير كلام حلو، بيقول عنك انك خلوقه ومهذبه وملتزمه بشكل. لا لا ابو سمير هو هيك عادته، ببالغ على طول. طب شو ببالغ ما ببالغ، انا شايف بعيوني يقبرني امه. كثير انت حلوه وكثير يعني امه. ما قلت لك ما بتتامن على عنزي انت؟ شو جابك لهون؟ انت شو شو طيب يا اخي انت وينك؟ انا عم بستناك هون. ما تروح تتابع معاملتك، شو صار فيها؟ رحت. شو صار معك؟ عطوك الرخصة؟ تصور نبي. قوم عنزي. ايه قوم لقلك. عود هون واحكي لي لشوف. احكي لي من طقطق للسلام عليكم، شو صار معك؟ بالتفصيل الممل احكي لي. يا سيدي عملت مثل ما قلت لي. فت لعند مدير الاقتصاد، اعطيته الاوراق الموافقات اللي معي كلياتها. قلت له ممكن استاذ اذا بتريد يعني تعطيني اجازه استيراد لمواد اوليه بدون ما ارجع للبلديه ولمديريه الصناعه؟ قال لي تكرم عيونه. اخذ مني هالوراق، قلبها، فحصها، رفع على التليفون واتصل بشاب اجى لعنده. قال له بتروح مع الاستاذ يعني انا. قال له بتعمل له اجازه استيراد لمواد اوليه وبدها تنتهي المعامله باقل من ساعه. لا وانت شو صار لك؟ انا لحق انفلش، اجتني جنبي. انت قلت له لمدير الاقتصاد يعني عفوا استاذ، ليش لكان قالوا لي قبل ما اجي لعندكم بدي ترخيص اداري من البلديه وسجل صناعي من مديريه الصناعه لحتى حضرتكم يعني تعطوني انتوا اجازه استيراد المواد الاوليه؟ قام ضحك وقال لي تصور على بكره قبل ما تجي لعندي انت بربع ساعه طلع قرارات الغت كل التعقيدات السابقه. ليش ما قلت لك انا؟ قلت لي بس صاير نبيل انت شو دراك بالقرارات الجديده؟ تسمع بالحاسه السادسه شيء؟ بسمع فيها. هي اللي قالت لي. وانت كمان قول لرفقاتك اللي بدهم يستثمروا اهلا وسهلا فيهم، البلد عنا صار الدح، ما في حارات سد بنوب، واي واحد بيعرقلن الاستثمار دباره عندي.